السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ متنسوش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتشتركوا في قناة عمر صلاح وتشتركوا في قناة صلاح الدين. ويلا بينا نبدأ. وكلنا عارفين ان النهاردة ليلة عيد الفطر المبارك. وبهذه المناسبة الجميلة سأقرأ لكم آيات تذكركم بأهمية القرآن في سورة قاف. ولقد خلقنا الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد